اهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم بألف خير وفي احسن حال. معاكم غاده من قناه سيمبل جي اتش كرافت. بمناسبه شهر رمضان الكريم، كل سنه وانتم طيبين وبألف خير. حبيت ان انا اعمل معاكم فكره فانوس بالفوم. طريقته سهله جدا جدا وبسيطه. ممكن تعملوا منه كميات وتعلقوها على شيطه وتعلقوها كزينه في رمضان. طريقته سهله، فانا حبيت ان انا انفذها معاكم. كل اللي نحتاجه عشان خاطر ننفذه لونين من ورق الفوم عشان ندخلهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. فانا هنا هنفذه معاكم بالفوم الذهبي والازرق، وهنحتاج مقص ومسدس شمع وقلم. اول حاجه هبدا اعملها هجيب ورقه بيضه عشان خاطر ابدا ارسم لكم عليها الباترون بتاع الفانوس. حبيت ان انا اجيب لكم اسهل رسمه لرسمه الفانوس. بعد كده هنبدا نقص الفانوس، الباترون بتاع الفانوس دوت، ونحدد منه 2 على ورق الفوم الذهبي والازرق. هبدا اقصه. طبعا ما ننساش ان احنا نفرغ اللي هو الجزئين دول بالمقص. بعد ما قصيت الفانوس بالفوم، واحد ذهبي واحد ازرق بالشكل دوت، جهزت شرايط كده بالمقص المشرشر عشان ابدا اعمل بيها اللي هي الاجزاء دي بتاعت الفانوس، احدد بيها اجزاء الفانوس. بعد كده هنبدا نفرغ الجزء ده من الفانوس بالمقص. بالشكل ده هنخليه، مش يعني هنحتاجه. بعد كده هبدا اعمل اللي هو الجزء الثاني. والفانوس الثاني هعمله بنفس الطريقه. بعد كده هنبدا نظهر شكل الفانوس. هجيب الجزء الذهبي دوت وهحط لزق شمع هنا الجزء ده، هبدا الزقه هنا. يعني الاجزاء اللي قصيناها من الفانوس هنبدا ندخلها في الفانوس ده. حط لزق شمع خفيف ما نكترش. الفانوس التاني طبعا نستنى لحد ما تنشف. بعد كده هنبدا نلزق الشرايط دي. هبدا اجهز الفانوس ده، هجيب اللي هو الشريط الذهبي. وابدا احط كده هنا لزق شمع. الزيادة دي وفوق هنا. بعد كده الجزء اللي هو في النص ده
الكابوس التاني هجهزه بنفس الطريقة. بعد كده هجيب قطعة من الفوم واقص عليها قطعة كده من الدايرة، بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نلزقها هنا، وانا كنت مجهزة واحدة دهبي، هنبدأ نلزقها في الجزء اللي فوق. طريقته سهلة جدا، ممكن نعمل منه كمية ونعلقها على شريط ونعلقها في رمضان. شكله جميل جدا، وده شكل الفانوس بعد ما خلصته. يا رب يكون شكله عجبكم. طريقته سهلة جدا وان شاء الله تقدروا تنفذوه بسهولة. وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يعود علينا الايام جميعا بألف خير، واشوفكم الفيديو الجاي بفكرة جديدة على قناة سيمبل جي اتش كرافتس ان شاء الله.